لما كنتكلموا على الرياضة المغربية بشكل عام في الأولمبياد، أعتقد أنه اليوم إلا بغينا نطرحوا سؤال عميق ونسولوا نفوسنا، واش هاليوم حنا كنهيئوا أبطال لهذه الرياضات في جميع الرياضات، سواء الملاكمة سواء لعب القوى سواء يعني جل الرياضات، ما كاين شيء هذا العمل. ضيف إلى ذلك نقطة مهمة جدا، هاد الناس لليوم على مستوى التسيير والتدبير ديال هذه الجامعات، فما واش ما جاش الوقت انه نتكلموا شويه ونناقشوا، لان اليوم الاشكاليه اللي كاينه وانه اللي بغيتي تناقش هاد الناس ربما يصعب ذلك، لان بغينا ولا كرهنا هم اصحاب قرار، ولكن هاد القضيه ديال اصحاب قرار في بعض الاحيان، هاد القضيه ديال العلاقات ان صح التعبير، كتخلينا اليوم ما كنتكلموش مع هاد المسيرين وما كنسالوش هاد الناس، كنقولوا لهم اليوم شنو درتوا ولا شنو الدور ديال المؤسسه ديالكم باش اجننا نجبوا ولا وجدوا أبطال، ونأكدوا لهم بأن راه الميداليات اللي كتكون في الأولمبياد راه ما كتجيش بمحض الصدفة، كتجي بعمل، كتجي بخدمة. اليوم اللي كنتكلموا على ألعاب القوى اللي هي أم الألعاب، وهذه الألعاب القوى على مر التاريخ دائما كان المغرب متألق بشكل كبير، حتى إلا ما فزناش بالميدالية الذهبية كنكونوا حاضرين وكنكونوا نقدموا مستويات أفضل. تكلموا على العديد من المحطات والعديد من العدائين اللي كانوا في ألعاب القوى. اليوم كنتكلموا على عداء واحد فقط اللي هو البقالي، وملي كنتكلموا على البقالي ما كنقصيوش الباقي، ولكن كيبين بأنه ما كاينش عمل، ما كاينش استراتيجية باش أننا كنوجدوا بطل لهذه الأولمبياد. اليوم إلا سولتي أي مسؤول أشنو خدمتي ولا شنو وجدتي لهذه الأولمبياد، كيقول لك حنا كنتسناو مثلا داكشي اللي كان عندنا، ولا اليوم كتلقى البعض يتحدث على أنه حق الجامعة ديال ألعاب القوى راها كتوجد منذ مدة في البقالي. ايه ومن بعد فينا واش عندنا غير البقالي؟ ما عندناش اخرين؟ ما كانش الوقت اننا نوجدوا لهذا الاولمبياد عدائين في المستوى. اليوم اللي كنتكلموا على الملاكمه المغربيه، واش ماشي عيب على مستوى الذكور نكونوا غايبين بهذا المستوى هذا؟ واش ماشي عيب اننا فقط كنتسناو خديجه المرضي بعض الفلاتات ديال بعض الملاكمين اللي كتكون مثلا وداد برطال او ما شابه ذلك؟ فينا هما الناس اللي كيشتغلوا على هذا الشيء هذا؟ فاليوم بكل امانه انا كنطرح سؤال وكنقولوا واش جاش وقت المساءلة، الوقت اللي نسولو نطرحوا سؤال اشنو درنا؟ وإلا كانوا هاد الناس فعلا كيخدموا وحنا ما عارفينش، فما فيها باس يخرجوا ووضحوا، قول لك ودي ها حش درنا، ها شنو كنا كنوجدوا، ها فين خفقنا، ها فين كانت الانجازات. اليوم الاشكاليه هو الغياب ديالهم عن التواصل، الغياب ديالهم عن المعلومه، والأعمق من كل هذا الغياب ديال النقاش ديال هذه المواضيع على مستوى الإعلام. وأنا ما نلومش الإعلاميين وما نلومش المنابر، ولكن كنلوم المسؤولين. فإلا شفتي المنابر ما تكلمتش عليك فراه ماشي دليل لأنك غادي في الطريق الصحيح، وإنما دليل لأنه حان وقت التغيير، وراه ما تكلموش لأنه فقط العلاقات ديالكم ولا ربما أنتم المناصب ديالكم خلات أن البعض يتفادى النقاش عنكم، فحان وقت التغيير بالنسبة لي، وجاء وقت أننا نحاسبوا ولنسألوا كل هاد الناس أشنو كنا كنديروا منذ مدة. ميمكنش اليوم في جميع الرياضات الإخفاق وكنتسناو اليوم جوج ديال الأبطال فقط، خديجة المرضي والبقالي، أو كنتظروا كذلك المنتخب الوطني المغربي على مستوى كرة القدم باش يوصل لإحدى الميداليات، ولا باقي ما كاين شيء؟ واش كنمشيو فقط للسفريات؟ واش كنمشيو فقط للاستئناس؟ إلى متى أننا نعرفوا ولا نجيبوا الناس اللي كتشتغل من أجل تطوير الرياضة المغربية؟ لأنه الكل يتذكر المناظرة ديال الصخيرات، والرسالة الملكية كانت واضحة جدا بأن الرياضة بشكل عام لما كترفع الراية ديال المغرب في أي مكان فهي كترفع الراية ديال البلد، ولما كنقولوا بأنه هاد العداء ولا هاد البطل فاز بميدالية فكنقولوا البلد. كنتكلموا على مونديال قطر لما وصلنا لذاك المستوى رابع العالم، فراه كل الصحف العالمية تتحدث عن المغرب، وهنا كنقول بأنه هاد الناس خصهم يعرفوا بأنه اليوم راهم أخفقوا ولا فشلوا باش يوصلونا للمستوى اللي كنتمناو، وحان وقت التغيير بالنسبة لي من أجل أنه ضخ دماء جديدة من أجل عودة الرياضة الوطنية إلى مكانها.